فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم الإمام حدث نفسه ولم يعلم المأمومين فهل يجب عليه أن يعلمهم بذلك؟ نعم، يخرج، يجب عليه يخرج من الصلاة، ولا يجوز له يستمر في الصلاة وهو يعلم أنه محدث، لا يجوز له هذا أنه يستمر، يخرج ويقدم واحد يبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم.